مرحبا، الله يسعد أوقاتكم وين ما تكونون. رمضان كريم، صيام مقبول إن شاء الله، وعيد قادم مبارك عليكم إن شاء الله، وكل عام وأنتم بألف خير، ويا رب يعافيكم من مرض كورونا وبقية الأمراض، وتكونون دائما بصحة وعافية، وتكون جميع أيامكم بخير وسعادة. اليوم جايكم بموضوع مختصر مفيد يخص ألوان الشعر والبشرة، نصائح قليلة سريعة مختصرة، اللي يحب يستفاد من أتها يحضر جميع الفيديو. قبل ما أبدي بالفيديو وبالشروحات اللي راح أنطيها، كثير من البنات يعلقون ويحشون علي لأن ما أرد على التعليقات، بسبب انشغالي وبسبب كثرة الرسائل ما ألحق كلها أرد عليها. اليوم راح أنطيكم، أخلي رقمي الخاص اللي هيئته لكم، تراسلون على الواتساب إذا اعتازيتوا شيء، اي تفاصيل معتازيها تراسلون على الواتساب، راح اخلي لكم رقمي بالوصف. نبدي بالالوان مال الشعر، وبعدها نرجع على البشره باعتبار جاي عيد، تستفادون من هاي الالوان. اول شغله راح ابدي بالالوان الطبيعيه، الالوان الطبيعيه. اي زبونه او اي بنيه تريد تغير لون شعرها، وشعرها لونه طبيعي ما صابغته قبل نهائيا، ولا مخليت له حنة ولا مخليت له عشبة ولا صابغته، أبد أبد ما صابغته وحبة تغيره، أكو في الطريقة ما التلوين اللي هي أنه تحول لون شعرها للعسلي بدون ما يتعب شعرها نهائيا، بس مجرد تشتري لونين وأوكسجينين. اللونين يكونون عبارة عن شكل عصارة، تمام، مو باكيت، يعني عصارة تشتري وتشتري معاها بطل أوكسجين، تشتري عصارة بطل أكسجين. الماركات اللي هي تحبها، بس أهم شيء إنه تكون ماركة إيطالية جيدة. شنو هذول اللونين؟ تأخذ أشقر فاتح جدا جدا، وأشقر رمادي فاتح، وأكسجين تركيز 30، تخليهم على شعرها 40 دقيقة، تخليهم على شعرها 40 دقيقة. تبدي من الأطراف وتوصل لحد الجذور، أوكي؟ من جهة الظهر تبدي تاخذ الصبغة. اهم شيء بالصبغة انه قبل ما تصبغ تصل شعرها، يفضل انه يكون مغسول بشامبو مال اطفال، يفضل انه يكون شامبو نونو ومشسور وكامل، وتخلي الصبغة عليه 40 دقيقة وتغسله والشسورة، راح يطلع لها لون عسلي كلش حلو، راح يطلع لها لون عسلي كلش حلو. بنفس الوقت اثناء ما تخلط الاصباغ والاكسجين بالطاسة تخلطهم زين، ولما تخليهم على الخصلة مال الشعر، من تخليهم على الخصلة مال الشعر، تدلك الخصلة بيديها الثنين على مود الصبغ يتجانس مع الشعراية وياخذ اللون المطلوب. الشعر راح يصير لونه بهاي الدرجة او افتح من هاي الدرجة، راح يكون لونه كلش حلو، وتغيير على العيد، تمام، او باي مناسبة راح تجيكم للي يتابعون الفيديو. بنفس الوقت هنا أنا ما اعتازينا لا سحب لون ولا اعتازينا اي تفاصيل ثانية، بس اكو ملاحظة صغيرة انبهكم بيها، انه من توزعون الصبغ، خلينا نقول شعركم طويل وهاي منطقة الجذر، هاي منطقة الجذر، من الصبغون من الاطراف لحد الجذور توصلون لهنا تتركون مسافة 4 اصابع، تبطئون العملية. ليش؟ لان هنا الجذور تاخذ اسرع، فتكملون الاطراف وترجعون تخلون على الجذور، حتى اثنيناتهم راح ياخذون لون واحد. اذا خليتوا لهم اثنيناتهم الاطراف والجذور الصبغ بنفس الوقت، هنا راح يكون الجذر، هذا الجذر افتح منين؟ من الاطراف. هذا الموضوع الاول خلصنا من عنده. نجي للبنات اللي يعتازون الوان فاتحه، اللي يعتازون الوان فاتحه، يعتازون الوان السلفريه، يعتازون الوان الرماديه، يعتازون الالوان الزيتونيه، اي لون يردون. طبعا انا كل هاي الالوان شارحها على الفيسبوك على صفحتي غيول ياسري للتجميل، وعلى الانستغرام هماتين نفس الاسم غيول ياسر للتجميل. قبل ما تصبغين شعرك على الالوان الفاتحه لازم تسوي له سحب الهاي الدرجه، سحب الهاي الدرجه، يعني يكون شعرك مسحوب الهاي الدرجه. بعد ما سحبتي الهاي الدرجه تقدرين تصبغين اي لون، ان كان سيلفر دخاني رمادي اي لون ببالك تصبغينه، بس ايضا الاصباغ اللي تشتريها لازم تستعملين صبغة على شكل عصارة، وتاخذين اكسجين معاها تركيز
20 تركيز 20 مع الصبغة، لأن التشارج قاصرته على مود الأكسجين. تركيز 20 طبعا، تركيز 20 يعني 6 أوكي، فهذا يكون بارد ويكون قليل التأثير على الشعر وما يؤذي الشعر. هسه خلصنا من شغلتين مهمة، نجي طريقة الصبغ الألوان السلفرية أو الزيتونية أو الدخانية، لأن كثير يسألوني على هالأيام على هذه الألوان. أول شغلة أنه سحبت اللون عن طريق استخدام بلوندر نوعية زينة، تبتعدون عن البلوندرات العادية الرديئة وتأخذون ماركات زينة، تخلين مكيال بلوندر ومكيالتين أكسجين تركيز 40، أو تخلين مكيال بلوندر أبيض ومكيالتين أكسجين تركيز 30، أو تخلين مكيال بلوندر ومكيالتين أكسجين تركيز 20. شنو الفرق إذا خليتي أكسجين 20 وإذا خليتي أكسجين 30 وإذا خليتي أكسجين 40؟ أنا عندي درس تاني على الأكسجين باليوتيوب بالقناة، تقدرون تراجعونه. إذا خليتي أكسجين 20 شعرك ما راح يتعب، بس شنو؟ راح درجات التفتيح تكون قليلة. إذا خليتي أكسجين تركيز 30 راح يفتح فد 6 درجات 7 درجات، بس ما راح يفتح درجة 10. إذا خليتي أكسجين تركيز 40 راح يفتح شعرك لدرجة 10، لكن هنا راح يتعب الشعر شوي، راح يتعب الشعر شوي. فيفضل إنه تضيفين فد ملعقة صغيرة أو ملعقتين صغار، ما يعادل 5 غرام 7 غرام 8 غرام، أو بالملي ما يعادل خلينا نقول 10 ملي من مادة معالجة مثل أولوبليكس، وإذا ما عندك أولوبليكس خلي مادة الشريهان، ما عندي الشريهان خلي البديل الزيت أو الحمام الزيتي، وخلطيهم سوا وخليهم على الخصلة. أيضا لازم تركين مسافة بين الجذور والأطراف، لأن الجذور تأخذ تفتح أسرع من الأطراف. تخليهم وقت 40 دقيقة أو أقل حسب المادة اللي أنت مستخدمتها وحسب طبيعة شعرك. قبل ما تسوين سحب لون لازم تكون الشعراية نظيفة أوكي، تخلين تغسلين شعرك بشامبونون مال الأطفال، تنشفيه بالخاولي وتركين بيه رطوبة قليلة وتوزعين مادة القصر عليه. إذا بنت عندها حساسية بالفروة يفضل إنه تخلي على الفروة زيت جوز الهند على الفروة تدلكة، أو تخلي فازلين، هذا الفازلين المرطب تخليه على الفروة حتى شنو المادة الحارة ما تلوح الفروة وما تحسس الفروة. هاي شغلة جدا مهمة. بعد ما خليتي مادة السحب على شعرك وصارت الدرجة مال التفتيح اللي انت ترضيها، تغسلين شعرك وتجين للأصباغ. خلي نقول مثلا انه انت رايدة ألوان زيتونية، شانيل زيتوني، شنو الصبغين؟ أشقر رمادي فاتح، أشقر رمادي فاتح جدا جدا، هذول صار عصارتين. نخلي بطلين أكسجين تركيز 20 بقيت هذا البطل اوكي، يعني العصارتين 200 مول اكسجين 200 مول، ونخلي 6 ملاعق صغيره مصحح اخضر، يعني مطفي اخضر، ويا ريت يكون المطفي الاخضر ايضا نوعيه جيده. تخلطي وياهم زين بالطاسه، تخليه على شعرك مده نص ساعه او 20 دقيقه، تغسلين شعرك وش سوري، راح يطلع لك اللون الزيتوني وراح يطلع لون كلش حلو. نجي للألوان الدخاني. إذا أردتي لون دخاني شنو تسوين؟ تخلطين أشقر رمادي فاتح، أشقر رمادي فاتح جدا جدا، أكسجين تركيز 20، تخلطيهم زين وتخلين ملعقتين صغار أسود مزرق، وتخلين ملعقة صغيرة أو العفو ملعقتين صغار أيضا أخضر، تخلطيهم زين وتخليهم على شعرك 20 دقيقة وتغسليهم وتشسورين شعرك، راح يطلع لك لون دخاني. إذا أردتي ألوان سيلفر شنو تخلين؟ أشقر رمادي فاتح، أشقر رمادي فاتح جدا جدا، أكسجين تركيز 20، وتخلين 4 ملاعق صغيرة أسود مزرق، تخلطيهم بالطاسة كل الزين وتخليهم على شعرك 20 دقيقة وتغسليهم. السيلفر ممكن أنه ياخذ وقت أقل من 20 دقيقة، فأنت لازم تتابعين اللون مال شعرك. أكو ملاحظة صغيرة، لازم هاي الألوان بسرعة نخليها على الشعر، لازم الشعر يكون مغسول بشامبو نونو منشف فقط بالخاولي المنشفة، يكون رطب شوية رطوبة بيه، ونخلي الصبغة عليه، نخلي على خصلة خصلة من الأطراف ونصعد لفوق وندلك الخصل، ندلكهم بدينا الاثنين على مود يتجانس مع من؟ يتجانس مع الصبغة، مع الشعراية العفو، الصبغة تتجانس مع الشعرة.
الشعر اللي بيه حنة أو اللي بيه عشبة أو اللي مصبوغ سابقا أسود مزرق أو الشعر اللي مصبوغ سابقا أسود، تقدرين تسوي نفس العملية، سحب لون بس شو الصبغين، الصبغين زيتوني غامق على مود يكون لون حلو، لأن الشعر اللي بيه حنة أو مصبوغ أسود أو مصبوغ أسود مزرق يعني مصبوغ لون غامق، هذا ما نقدر نسوي ألوان بلاتينية ولا نقدر نسوي ألوان ثلجية ولا نقدر نسوي ألوان فاتحة رأسا، لازم نسوي له سحب لون وراها نصبغه بألوان زيتوني غامق، مثلا بشعري بيه حنة سويت له سحب لون وراح يوصل درجة 7 وراح يظهر بيه البرتقالي الأورنج والحمار شوي، أغسله من السحب، أجيب الصارة أشقر رمادي غامق وأكسجين تركيز 20 وأخلي 4 ملاعق صغيرة مطفي أخضر أو مصحح أخضر، أخلطهم زين وأخليهم على الشعر نص ساعة وأغسلهم، راح يطلع لون الشعر زيتوني غامق، ورا فترة شهر شهرين أقدر أسوي ألوان فاتحة. بعد شنو عندي؟ عندي ملاحظة للشعر اللي تعبان أو اللي تالف، يا ريت إنه ما يروحون يسوون تسريح بالكاوية، لأن هاي التسريح البالكاوية يتلف الشعر إذا كان هو مطاط، هذا الكاوية لأن درجة حرارتها عالية راح تتلف الشعر بالزايد. بنفس الوقت تبتعدون عن المعالجات المؤقتة، لأن المعالجات المؤقتة جاي تعاني من عندها البنات هواية، وهي حاليا منتشرة بالأسواق بكثرة، لكن ما تنطي نتيجة وما تنطي مفعول. راح أرتاح شوية وأرجع لكم. بعد ما رحت شربت مي وأجيت راح أكمل موضوع علاج الشعر. إذا كان الشعر تعبان أو تالف، هذا الشعر التعبان والتالف لازم تاخذي لك فترة تعالجينه وتعتنين به. هذا الشعر التالف ما يتحمل لا قصر ولا يتحمل ميش، ما يتحملهم هذول اثنيناتهم، فلذلك لازم تريحينه فترة. ايضا ما يتحمل التسريح بالكاوية، راح يتلف. لازم تستخدمين معالجات حقيقية، وانا عندي فيديوهات كثيرة مسولفها على المعالجات الحقيقية للشعر، ان كان المعالجات الطبيعية، ان كان استخدام عصير التفاح والبرتقال والكيوي، او ان كان عن طريق استخدام بعض الزيوت الاصلية الخام، او عن طريق استخدام الشامبو والحمام زيتي والمكيف والسيروم النوعية الجيدة. طبعا انت ان كان حتى لو سويتي مسرح، حتى لو شعرش قوي سويتي مسرح، او شعرش تعبان وسويتي صبغ، او العفو شعرش تعبان وسويتي معالج، لازم اول وتالي تستعملين سية مجموعة شامبو وحمام زيتي ومكيف وسيروم. الشامبو تغسلين بشعرك تخليه دقيقة على شعرك، وراها تخلين المكيف الكونديشنر تخلينه 10 دقائق على شعرك، بس بشرط انه المكيف الكونديشنر ما يلوح الجلد، ما يلوح الفروة، بس الاطراف، اذا تردين تدنقين وتخلين على شعرك. بعد 10 دقائق تغسلين المكيف وتخلين الحمام الزيتي اللي هو الماسك تخليه على شعرك. الحمام الزيتي ايضا لازم ما يلوح الجذور ولا يلوح الجلد، يعني هذا الجذور الشعره، لازم بس اطراف الشعر على مود يعالجها من التقصف ويطيها ملمس ناعم. الحمام الزيتي تخليه نص ساعه على شعرك وتغسليه. هذني ملاحظات مهمه. ورا ما خليت الحمام الزيتي نص ساعه على شعرك وغسلتي، طلعين من الحمام تنشفين شعرك بالخاولي وتخلين سيروم بايدك وتدلكين شعرك كله. السيروم ماكو مشكله، حتى لو لاح الفروه ما بها اي مشكله. هذا موضوع جدا مهم، انه تختارون نوعيات او ماركات زينه، تبتعدون عن الماركات العاديه، تبتعدون عن الماركات العاديه اذا انتم صدق رايدين انه تعالجون شعركم وصدق رايدين انه يبقى شعركم حلو. بعد شنو فد شيء يخص الشعر، اللي تصبغ الوان سيلفريه او تصبغ الالوان الدخانيه او الرماديه يحتاج لها دائما شامبو مثبت مال لون، تستعمله حتى لو بالاسبوع مره مرتين على مود شنو، على مود يثبت لها اللون. هذه بالنسبه لمن للشعر. راح اشرب مي وارجع اسولف على اليمن على البشره ان شاء الله. اليوم كلش عطشان لان الفطور سمك، مكانكم خالي. المهم اليوم اعطي بعض الملاحظات للبشره. دا اتاسف واتاذى هواي، ليش؟ لان دا تجيني حالات بالنسبه للبشره
منتهية متدمرة متهالكة بسبب بعض الكريمات الخلطات وبعض الكريمات اللي هي غير طبية وغير صالحة للبشرة، وأيضا الاستخدام الخاطئ للدرمابن، لأن ما شاء الله صار الدرمابن أي بنية تأخذه قامت، إن كان بشرتها متحسسة، إن كان بشرتها بيها حبوب، إن كان عمرها صغير، كل هالعالم قامت تستعمل درمابن بدون ما يعرفون إنه يوالم بشرتهم أو ما يوالم بشرتهم. ثالث شغلة اللي هي مهمة اللي هي استخدام الميزوايت التقليد اللي هو صار ب2000 وب3 وب5 بالسوق، أوكي، واستخدام البيبي جلو العادي اللي صار ب2000 وب5 وب6 وب8 وب10 بالسوق وب15، وهو الماركات الأصلية ب35 دولار القطعة الوحدة. هذا كله راح يتلف البشرة. أما تاخذين حاجة طبية أصلية من واحد اختصاص أو من دكتور، تمام، وتعالجين بيها بشرتك، أو لا تاخذين تعوفين بشرتك مثل ما هي أشرف لك وأحسن لك. يعني والله دا تجيني حالات مال بشرة متدمرة دمار. اليوم بنات اثنين شفت بشرتهم منتهية، والله شنو ماخذة خلطة من فلان أو خلطة من فلان أو فلان شغلة ماخذتها واستعملتها وصارت عليها بشرتها حلوة، ولما خلصت بشرتها احترقت وتدمرت. لما خلصت الخلطة البشرة دمرت انتهت. طبعا هاي يراد لها شرح مطول، بس هسه هذا مو موضوعي. موضوعي انه حاولي اما تستعملين شيء زين لبشرتك او لا تستعملين. سيروم البشرة صار ملايين الانواع بالعراق، سيروم البشرة اكو نوعيات جاي تحرق البشرة. او هذا حب الشباب علاجه بسيط، بس تنشيف الدهون وابتعد عن بعض الأغذية اللي انا شارح عليها فيديو خاص. هسه حاليا ياهو اليابنية بيها بوجهها حب شباب، طبعا اكو بعض انواع حب الشباب اذا كان اثار استعمل له درمابين، بس اذا كانت حباية اكو التهاب مال حب او تجمع حبوب بالبشرة ما يصير استعمل له درمابين. راحت لابو المحل وابو المحل قالها والله استعملي درمابين. ماكو هيك حكي، ماكو هيك شيء بالطب. استفسري، عندك جوجل، عندك يوتيوب، عندك اطباء موجودين على النت، مو الا اني هسه مو طبيب، اني اختصاص تجميل، تمام، اوكي. اكو ناس مختصه اروح اسال، ادفع لي 15000 الدكتور الجلديه واسئله، تمام. اكو بنات دا اسالهم اقولها مثلا انت بشرتك يعتاز لها بلازما او يعتاز لها مثلا ميزا وايت، تسويها عند الدكتور، تمام، وخاصه البلازما تسويها عند الطبيب. تقول لا اروح عند الطبيب ما يفيدني، ما يعطيني فد شيء بزين، حتى لو ما انطاش فد شيء زين. ليش ما ينطيش فد شيء زين؟ لان انت تالفه البشره مالتك، حالكتها منتهيه البشره. يعني شو نريد نسوي لها احنا؟ شو نريد نصححها؟ شو يسوي لها الدكتور؟ فالدكتور مهما كان من راح ينطيش فد علاج ما راح يضر البشره مالتك، حتى لو ما فادك ما راح يضرك، لان راح ينطيش فد شيء طبي، تمام. بينما اذا انت اخذت شيء عادي استفاديتي من عنده يوم يومين ثلاثه، وبعدها وراها استفاديتي من عنده 6 أشهر صارت بشرتك حلوه، ووراها. بالنسبه للبنات السمر، شبيها السمره عيني، شبيها السمره، ترى السمره العالم تركض وراها، كل هالناس كل هالشباب قامت تدور سمر. يا هي سمره تريد تبيض بشرتها، وين اكو مبيض مال البشره؟ وين اكو فد شيء يغير لون البشره فد درجه، فد 5 درجات 6 درجات؟ ترى التبييض فد شيء قليل، يعني هاي الكريمات اللي كاتبين عليها وايتنج وتبييض، ترى هاي التبييض مالتها فد شيء بسيط. يعني لا عبالك انت سمره راح تصيرين بيضه، ماكو هيك نظام. لا تقولي لي فلان واحد ضرب ابره وفلان واحد ضرب، اتحدى اي واحد يضرب ابره يصير ابيض. مو اني اقول، هاي تشوف الفنانات، تشوف العالم الاوروبي، ما اريد اجيب العالم العربي، بس شوفوهم انتم يلعبون بالفلوس لعب وما صايرين بيض. سمر او سود، كم ممثل هسه امريكي، هسه انا ما حافظ اسمائهم، كم ممثل امريكي اسمر بهوليوود يلعبون بالفلوس لعب، خو يصيرون هم بيض. ليش ما يردون يصيرون بيض؟ يصيرون بيض. هم شفتوا واحد صار بيض غير مايكل جاكسون؟ زين، ما دام جبناها على المنتجات وجبناها على هذا، شعر تعبان منتهي متقطع، اوكي،
ابلله افحصه ابلل الشعرايه اجرها تنقطع بيدي، يقولها هاج هاي علاج وشعرايتك بنفس اليوم تتقوى. وين اكو هيج الشيء؟ بس رب العالمين يقدر يسوي هذا الشيء. ماكو علاج رأسا يعيد الشعرايه الحيويتها. لا تقولوا لي انه انا دا اكسر بالبضاعه، لا والله لا اكسر بالبضاعه ولا هاي، بيعها للزبونه، ما اقول لك لا تبيعها، الله يرزقك. واي واحد يبيع والله الله يرزق. انا ليش ما اجيب اسماء منتجات؟ هم شفتوا فيديو جبت اسماء منتجات؟ لا اجيب اسماء منتجات الزينه ولا اجيب اسماء المنتجات المو زينه، ليش؟ لان ما اريد اكسر ارزاق العالم. اذا جبت مثلا هاي الماده، مثلا هاي الماده خوش قلت لكم زينه، راح العالم تروح تدور على هاي الماده. اذا قلت هاي الماده مو زينه معناها انا كسرتها من السوق. اوكي، فانتم السوق مو بباب المحل ولا السوق باي واحد، السوق بالزبونه حقيقه، مع احترام جميع الناس وجميع البنات. اكو فد شغلات لازم تشتريها تكون اصلي. بالنسبه لحب الشباب، ان كان الولد وان كان البنات، بس تشتري صابونه مال بشره دهنيه تنشف الدهون مال بشرتك. اكو شغلات غذائيه تتركهم اللي هم السكريات، مثلا الحلويات، الطرشي، العفو، الحلويات، الشكر، المشروبات الغازيه، اوكي، الشوكليت، الكاكاو، الاندومي، وايضا الطرشي والفلفل الحار التركه خلال فتره العلاج مال بشرتك اللي هي بشرتك او بشرتك اللي هو تستعمل مال صابونه مال بشره دهنيه. يعني هسه اني من كان عمري 18 سنه ما كان بشرتي حبوب؟ لا، كان بشرتي حبوب، واي واحد بشرته حبوب، بس انا استخدمت بوقتها صابون رقي، لان انا من انا صغير اعرف هاي الامور. يعني انا خلصت العمر كله مواد التجميل، وبعدين عود درست بعض الشغلات اللي تخص البشره، ودرست الشعرايه ودرست البشره ودرست تفاصيل عنها على متقوي معلوماتي، تمام. بس انا قبل اشوف اهلي يستعملون الصابون الرقي، خوش استعملت الصابون الرقي ما بقى، ان كان انا ان كان اخويا، تمام. فالصابون الرقي مفيد. هسه انا خو ما بيع صابون الرقي، هذا موجود عند ابو العشاب. زين، صابون الرقي هم بيه تقليدي وهم بيه اصلي، هم تلقين صابونه رقي بربع دينار وب 1000 دينار، وتلقين صابونه ب 8000. هنا انا همتين لازم تاخذين حاجه زينه. ما مو الا صابون رقي، غسول مال بشره دهنيه طبي خاص بالحب الشباب، او صابونه طبيه تغسلون بيها بالليل والصبح، وتركون هاي المواد الاغذيه اللي قلت لكم عليها مده 15 يوم، تروح الحبايه تيبس وتوقع حتى اثر ما يبقى لها. بالنسبه للكلف والنمش، الكلف والنمش اكو اشياء تخففه. طبعا الكلف والنمش اساسه هوايه شغلات، اساسه انه ليش يطلع او يظهر بالبشره هوايه شغلات، وهو اهم شغله اللي هو المشاكل الموجوده بالجسم او بالحاله النفسيه اللي تولد نقص فيتامينات. امثال تكيس المبايض، التهابات المجاري البوليه، التهابات الكبد، التهابات الكلى، الحمل، الرضاعة، الحالة النفسية. مرات تشوفون الأحد يصيبه حزن، الله يشفيكم شر الأحزان، اللي يلطم على وجهها، أو تشوفون مثلا بنية ضربها زوجها أو أحد انضرب، راجدي قوي كلش قوي، يبقى الأثر سواد، منطقة فد بالوجه يبقى سواد. هذا الكلف هذا سببه أنه تصبغات جلدية تكون بسبب مادة الميلانين عفوا بسبب مادة الميلانين، فهنا راح تصير مشكلة للبشرة. تصير مشكلة للبشرة، فاحنا نقدر نقلله بالكريمات الطبية او بالبلازما، بس ما نقدر نوخره 100%، وخاصة اذا كان ببداياته. اذا تفاقم بعد ما نقدر نوخره، فلا تلتجئون للخلطات او الشغلات او الكريمات العادية رجاء. هذا موضوعي والنصائح اللي عندي لهاي الفترة. اللي يحب يستفاد من عدها يطبقها وينشرها ويزيد الوعي عليها، واللي ما يحب يستفاد من عدها يطنشها، تمام، يسوي نفسه ما سمع. تحياتي لكم، اعذروني على التقصير. اللي يحب يتابع على الفيسبوك، الفيسبوك اسمه غيول ياسر للتجميل، راح اترك رقمي الخاص بالوصف، لان اكو بنات هواي يقولون انت ليش ما تجاوب وليش
ما ترد علينا. اللي عنده استفسار ويراسل على الواتساب لازم ايضا يكون عنده صبر، لان مو دائما فارغ. حساب الانستغرام ايضا غيو الياسر للتجميل، وان شاء الله اكون خادمكم دائما. تحياتي لكم، مع السلامه.